إذن في عنا هون تانك. لاحظوا الفكرة، فكرة الموديلينج بشكل عام إنه أنا بغض النظر السيستم شو كان، كان ريزيستيف، كان إلكتريكال أو ميكانيكال ترانسليشنال أو ميكانيكال روتيشنال أو فلويديك أو ثيرمال، كل نوع من أنواع هذول السيستم بإمكاني أعمل علاقة ديفرنشال إيكويشن ما بين الإنبوت اللي أنا مهتم فيه والأوتبوت اللي أنا مهتم فيه، وهذا بعطيني طبعاً سينجل إنبوت سينجل أوتبوت سيستم. بكتب العلاقات الديفرنشال إيكويشنز، العلاقات ما بين هذا الإنبوت والأوتبوت، باخذ اللابلاس ترانسفورم تبع الديفرنشال إيكويشن، بيطلع معي ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن هاي بستعملها بعدين في الديزاين لهذا السيستم، في الكنترول سيستم ديزاين تبع هذا السيستم. هون عندي بالحالة هاي أنا ممكن أكون مهتم عادة الانبوت، راح أكون مهتم بالانبوت فلو. فهون عندي بامب، مضخة، مضخة هاي عم تأخذ مكان معين وبتضخ كمية معينة من الفلو، راح أسميها كيو انبوت اوف تي، كيو انبوت اوف تي. وأنا في عندي عمالي بستعمل، إذا هاي عملية صناعية عمالي بستخدم، باخذ كمية معينة من هذا الفلويد لسبب معين بستعمله. فأنا هدفي في الحالة هاي، أنا ممكن هدفي يكون واحد من اثنين، يا بدي أتحكم في الأوتبوت فلو يا بدي أتحكم في مستوى التانك. طبعاً لازم تسأل السؤال قبل ما تعمل ديريفيشن للترانسفير فانكشن، شو السؤال المهم اللي لازم تسأله؟ initial conditions. إيه initial conditions مهمة، بس كمان شو الانبوت وشو الأوتبوت؟ لانه حسب ايش بقرر انا الانبوت وايش بقرر الاوتبوت راح تختلف عندي الديفرنشال ايكويشنز، راح تختلف عندي ترانسفير فانكشن. فالترانسفير فانكشن مهم جدا اكون محدد في الترانسفير فانكشن ايش هو الانبوت وايش هو الاوتبوت. في الحاله هاي احنا راح قررنا راح نستعمل الانبوت هو كيو انبوت اوف تي، وانا بدي اتحكم في الهايت تبع الهاي. كان ممكن اقول انه الاوتبوت هو كيو اوت اوف تي، وانا بدي اتحكم في الاوت عن طريق تغيير الانبوت. شو الانبوت اللي انا متوفر لي اني انا اتحكم فيه؟ هو هاي البامب. وعلى فكره هاي البامب انا بس احطها بعدين في كنترول سيستم راح يصير اغير سرعتها، راح يصير اذا كانها دي سي موتور هون راح يصير اغير الفولتج اللي على هذا الدي سي موتور بحيث اني اغير سرعتها، ولما اغير سرعتها بغير كميه الفلو، سرعه الفلو للسائل اللي داخل على هذا السيستم. اذا انا هون قررت انه هذا راح اعتبره كانه بلوك دايجرام، وراح اعتبر انه الانبوت له هو كيو انبوت اوف تي، والاوتبوت اللي انا حابب اتحكم فيه او اللي بيهمني بالحاله هاي هو اتش اوف تي، وهدفي اني اطلع الترانسفير فانكشن تبعت السيستم اللي هي F of S، العلاقة الديناميكا الإيكويشن ما بين هذول الاثنين. بعدين لما بروح بصمم الكنترول سيستم، بصمم كنترولر يتحكم بمستوى الفلويد اللي موجود في هذا التانك الموجود هون، اللي هو اعتبرته أنا هون H of T. خلينا نطلع الآن على العلاقات الأساسية اللي موجودة عندي هون. أول شيء خلينا نطلع على الفلو، الفلويديك فلو اللي هو يكون فوليومتريك فلو ريت، يعني Q input of T هي فوليومتريك. فوليومتريك يعني مش ماس فلو ريت، فوليومتريك فلو ريت. ولذلك كيو انبوت اوف تي تساوي دي في انبوت اوف تي في اللي هو فوليوم، وتي اللي هي سكند. شو لازم تكون وحدتها؟ وحده الفوليوم ايش؟ كيوبيك متر او لتر. راح الاس اي راح نعتبرها احنا كيوبيك متر، والتي ايش وحدتها؟ سكند. اذا هاي وحدتها راح تكون كيوبيك متر بير سكند لانها فوليومتريك فلو ريت. لو جيت اطلعت كمان على Q out of T بتساوي اللي هي كمان volumetric flow rate، هتساوي dV out of T على dT، وكمان هون وحدتها cubic meter per second. هلا لو بدنا نيجي نطلع على الفوليوم اللي موجود في داخل التانك هذا على ايش راح يعتمد؟ الفوليوم اللي في داخل التانك بيعتمد على الفوليوم اللي داخل مظبوط واللي طالع منه. الريت اوف تشينج تبعه على ايش راح يعتمد؟ لو فيش عندي اوتبوت من هون ايش راح يصير بالفوليوم اللي موجود هون؟ راح يزيد مع كيو انبوت اوف تي. ولو فيش عندي انبوت وفي عندي بس اوتبوت ايش راح يصير فيه؟ راح ينقص هون. اذا عندي الفوليوم في داخل التانك لو بدي اسميه انا في اوف تي راح يساوي الانبوت فوليومتريك فلو ريت ماينس الاوتبوت فوليومتريك فلو ريت. خلينا استعمل هون تاو، استعمل هون تاو دي تاو، بدي اكامل هذا هون من زيرو لتي حتى يعطيني. اذا هون عندي لاحظوا انا هون اخذت لما بكامل ايش كاني بعمل؟ بكامل لما بعمل ديفرنشيشن. على فكره ايه لما بعمل ديفرنشيشن للكوانتيتي كاني ايش بعمل فيها؟ بضربها في الزمن ولا بقسمها على الزمن؟ بقسمها على الزمن. لما بكامل شيء ايش كاني ايش عمالي بعمل؟
بضرب السكند. لاحظوا هذه وحدتها دي تي ايش راح تكون؟ سكند. هذول ايش وحدتهم؟ كيوبيك متر بير سكند. لما بضرب كيوبيك متر بير سكند في سكند شو راح يعطيني؟ كيوبيك متر. هاي ايش وحدتها لازم تكون؟ كيوبيك متر. اذا هذا الفوليوم اللي عندي موجود في التانك. خلينا نطلع الفوليوم اللي موجود في التانك ايش علاقته في اتش اوف تي؟ كل ما زيد كيو 1 كيو انبوت. لا هلا هون بس نطلع التانك انساها كيو انبوت وكيو اوتبوت. هذا هون عباره عن فوليوم. ايش الفوليوم تبع سلندر؟ مساحة القاعدة. مساحة القاعدة في الارتفاع مش هيك؟ إذا هون عندي مساحة قاعدة راح تكون مساحة القاعدة هاي نسميها A. إيش مدة A؟ متر كيوبيك متر سكوير متر هيك مساحة. H إيش مدتها؟ متر. لو ضربت H في A شو راح يعطيني؟ متر. إذا الفوليوم is a function of time بأي لحظة من اللحظات بيساوي H of T في A. ليش حطيت ايه مش function of time؟ ما تتغير، مش هتغير هذا التانك ببلغ فيه زي ما هو بتغير، لكن مين اللي بتغير مع الزمن؟ شفتي واللي بتغير مع الزمن إذا حجري أختي. إذا عندي هاي معادلة، هاي معادلة مهمة، هاي هم معادلة بتهمني. إذا أنا بإمكاني الآن هذول أحطهم محلهم. لو عوضت واحد، لو عوضت اثنين في واحد شو راح يصير عندي؟ راح أخذ هذه وين أحطها؟ هون. صار عندي العلاقة هلا H of T. شو اللي عم بحاول أنا أعمله؟ شو اللي عم بحاول أوصل له؟ إيش إحنا بدينا في البداية؟ شو حكينا؟ بدي أحاول أوصل لمعادلة في النهاية differential equation إيش فيها الطرفين؟ واحدة H of T واحدة Q input of T. إذا أنا بدي أخلص من V of T، إذا صار عندي هلا H of T مضروب في A اللي هو محل V of T يساوي من 0 ل T Q input of T minus q output of tau. هذا سميناه تتذكروا سميناه dummy variable. tau dummy variable راح يختفي بعدين. هاي as a function of t. إذا هاي معادلة بتهمني أو راح أسميها ثلاثة. ماشي واضحة هاي المعادلة؟ قلنا الفوليوم اللي في التانك بعتمد، يعني أنت لو فكرت فيها مصاريفك الشهرية، لو جينا طلعنا على حسابك في البنك وقلت حسابي في البنك في بداية الشهر كان 50 دينار، لو جيت سألتك في آخر الشهر قديش حسابك في البنك، شو لازم تعرفه؟ بدك تعرف راتبك وإيش بدك تعرف؟ مصاريفك الشهرية مش هيك؟ فباجي بقول إذا أنا مصاريفي الشهرية كانت 200 دينار وراتبي 500 دينار وكان عندي في بداية الشهر 50 دينار، إذا إجاني 50 دينار راتب 500 دينار راتب راح منهم 300 مصاريف، شو زاد عندي؟ 200. هي الزيادة هون التغير راح يصير عندي. بس انا كان عندي 50 في بدايه الشهر، شو صار عندي باخر الشهر؟ 250. مش هيك واضح؟ هاي هي نفس الفكره، انا كان عندي كميه معينه في التانك، زادتها كميه معينه، نقص منها كميه معينه، وكان في كميه اصلا موجوده من هون، هذه عباره عن عمالي بحكي انا هون، عم بصير عندنا هون اللي هو الفلو ريت قديش عم بتغير عندي خلالها. هلا هذا ما بكفي من هون، لازم اعرف شيء ثاني. ايش لازم اعرفه؟ لازم بدي شو اللي بدي اتخلص منه على فكره هون؟ كيو اوت اوف تي. بس كيو اوت اوف تي على ايش بعتمد؟ على لا انتبه، على ايش بعتمد مباشره؟ على البريشر عند النقطه هاي مش هيك؟ مش كل ما كان في ضغط اكثر عند النقطه هاي بصير فلو اكثر؟ تذكروا اذا عمركم عملتوها في المدرسه هاي؟ عمركم عملتوا التجربه هاي في المدرسه او في العلوم؟ لو عندي انا فلو هون تانك كبير ورحت هون فتحت جبت الدريل وفتحت فتحه هون وفتحه هون وفتحه هون رح تبدا المي تطلع مش هيك؟ كيف رح تطلع المي؟ من فوق شوي هذا رح يكون عندي ضعيف هيك مضبوط، هذا رح يكون اقوى شوي وهذا اقوى واحد مضبوط. ليش؟ لانه البريشر رح يعتمد على الارتفاع اللي موجود فوق. اذا كاني عمالي بقول انه البريشر عند نقطه هاي على ايش بعتمد؟ على فوق الارتفاع. نهمل هلا الاتموسفيريك بريشر، راح اعتبر ان الاتموسفيريك بريشر مهمل انه فيش ضغط هون من الهواء، راح احمله هذا فصفى كانه البريشر. وليش هذا طلع ضعيف؟ لانه البريشر عليه ضعيفه وهذا طلع قوي لانه البريشر عليه قوي. اذا كانه احنا عمالنا بنقول انه كيو اوت اوف تي مع ايش بتتناسب؟ مع البريشر عند النقطه هذه. الضغط. والضغط على ايش بيعتمد؟ على الارتفاع مش هيك؟ خلينا نحسب البريشر عند النقطة هاي. لو انا بدي احسب البريشر عند النقطة هاي واحمل الاتموسفيريك بريشر، ايش لازم يحمل؟ البريشر شو تعريفه؟ عند نقطة معينة عند المستوى هذا شو راح بتعريفه؟ هو عندي الفورس على الاريا، مش هي تعريف البريشر؟
الفورس عندي عند النقطة هاي لو جيت أخذ حسبت الفورس كلها اللي ضاغطة على هذا إيش راح تكون؟ راح تكون عبارة عن وزن كل هذا السائل مظبوط؟ مقسوم على هاي الأريا. وزن هذا السائل قديش؟ كيف بحسب الوزن تبع شيء معين؟ الماس في إيش؟ الجرافيتي. لا الماس بالكثافة. عفوا الفوليوم، الفوليوم في الكثافة مظبوط؟ في الجرافيتي صحيح. فراح يصير عندي هلا الويت تبع هذا الليكويد راح يساوي الماس تبعته مظبوط في الجرافيتي، بس الماس شو بتساوي؟ الفوليوم في الدنسيتي في الجرافيتي، مش هيك مظبوط صار؟ الفوليوم في الدنسيتي بتعطيني الماس مظبوط، الماس في الجرافيتي بتعطيني هاي بتطلع ايش وحدتها؟ نيوتن. بتطلع عندي هون نيوتن مظبوط. الفوليوم هون شو بيساوي؟ الاريا في الهاي مظبوط، فصار عندي اتش اوف تي مضبوط مضروبة في ايه؟ مضروبة في رولة هذا السائل مضبوط مضروبة في الجرافيتي. هذه صارت عندي كان هذه هي الفورس او الوزن تبع هذا السيستم. حتى احسب البريشر شو بدي اقسمها هاي على ايش؟ بدي احول لبريشر على ايش؟ على اريا. اذا صار عندي البريشر عند النقطة هاي بيساوي اتش اوف تي مضروب في اريا مضروب في رول مضروب في جي مقسوم على ايه؟ ايه هي نفس ايه مش هيك؟ فشو صارت هاي بتساوي؟ H of T رو جي. هلا الفلو هاي بس كنقطة للي ماخذ منكم الفلويد. الفلو بيعتمد على البريشر، إذا كان الفلو كمية الفلو بتعتمد على البريشر، إذا كان الفلو لامنا أخذتوا إشي اسمه لامينر فلو وتيربلنت فلو أخذتوه في الفلويد ما بيهمناش كثير، إذا مش ماخذه مش مشكلة. أنا بس بدي أأكد لك إنه هون إذا الفتحة صغيرة 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 كثير بصير عندي الفلو تيربلنت وبيبطل هذا صحيح، بس هذه بنعتبرها احنا صحيحة. بس راح أحطها بس للي ماخذين فلويد ما بتهم التانيين كثير. إذا كان الفلو لامينر فلو، لامينر فلو يعني على شكل صفائح كأنه عمال بيمشي مش تيربلنت فلو. إذا صارت عندي العلاقة خلينا نكتب هذه العلاقة هون. إذا عندي احنا عمالنا بنقول هون إنه كيو أوت أوف تي تناسب مع بريشر اوف تي، بس البريشر اوف تي بيساوي اتش اوف تي في جي في رو لهذا الفلو، وهي راح اسميها من هون اربعه. اذا في علاقه بين كيو اوت اوف تي واتش اوف تي، بقدر اتخلص من كيو اوت اوف تي مش هيك واحط محلها اتش اوف تي مظبوط، مش بقدر اعمل هيك. وفي عندي هون كونستنت معين هذا، يعني هاي المعادله كان احطها بشكل ثاني بقدر اقول انه كيو اوت اوف تي بتساوي اتش اوف تي مقسوم على كونستانت، والكونستانت هذا كي يساوي واحد على جي في رو. هذا الكونستانت راح احط له رمز ار كانه نوع من الريزيستنس، ريزيستنس للفلويدك فلو. وار هون بتساوي واحد على جي في رو. اذا هاي المعادله هلا بتمني راح اسميها خمسه. إذا هلا اطلع على معادلة خمسة، بقدر الآن أعوض خمسة في ثلاثة مش هيك؟ بس قبل ما أعوض شو بدي أتخلص من هون؟ من الانتجريشن. كيف بتخلص من الانتجريشن؟ شو بعمل؟ بعمل ديفرنشيشن للجهتين، إذا بعمل ديفرنشيشن للجهتين بصير في عندي الديريفيتيف تبع هاي الجهة بيساوي اللي موجود تحت الانتجريشن من هون. خليني أمحي هذا الجزء، هذا مبين عندي بالكاميرا يا عيسى. إذا راح أعمله هلا، راح آخذ ثلاثة وأعمل ديفرنشيشن لثلاثة. راح يصير عندي h dot of t مضروبة في ايه؟ شو بتساوي الآن؟ بختفي تاو، نخلص من تاو الآن، بصير عندي q input of t minus q output of t. هاي المعادلة راح أسميها 6 مضبوط 6، وراح آخذ الآن 5 أعوضها في 6، إذا محل q out of t راح أحط h of t. فبصير عندي هلا h dot of t مضروبه في a بتساوي q input of t minus h of t على r. بتحب تخليها رو وجي بصير، بس انا حابب احط لك r لانه r بتمثل المقاومه تبعت الفتحه هاي، يعني كل ما الفتحه هاي كانت مقاومتها اقل بصير اسهل انه تمر الاشياء اللي موجوده. اذا صار عندي h of t h of t a بتساوي هاي h of t على r اللي موجوده هون. هلا عندي صار h of t هون، h of t هون، عندي q هون، اذا شو بقدر اعمل الان؟ بدي احط h of t كلهم على جهه واحده، بصير عندي h of t a زائد
اتش اوف تي على ار تساوي يو اوف تي، هاي حنسميها 7 من هون، راح احط محل اي سي، كانه اي هي او سي هي الكاباسيتنس، راح اعوضها، هي راح تضل وحدتها متر سكوير، بس راح اسمي محل اي راح احط هون سي، فبصير عندي هلا اتش دوت اوف تي سي زائد اتش دوت اوف تي على ار تساوي كيو انبوت اوف تي، هلا راح اسميها 8. هلا شو بقدر اعمل؟ بقدر اخذ لابلاس، راح افترض انه اتش اوف 0 بتساوي 0، بصير عندي هلا اتش اوف اس برا، عندي هون اس سي زائد 1 على ار بتساوي كيو انبوت اوف اس، بعدين بصير عندي هلا الاوتبوت هو اتش، ف اتش اوف اس على كيو انبوت اوف اس بتساوي الترانسفير فانكشن اف اوف اس وتساوي 1 على اس سي زائد 1 على ار، اطلب البسط المقام في ار، فبصير عندي هاي 1 زائد اس ار سي، وهي هي الترانسفير فانكشن ما بين الاوتبوت سيستم. إذا بنطلع هذه شكلها، إذا بتتذكروا الترانسفير فانكشنز، في عندي ترانسفير فانكشن بشكل عام the first order system بتساوي 1 أو بتساوي c 1 زائد تاو s. إذا تاو هون لما هاي تكون 1 تاو شو بتكون؟ معامل مين؟ معامل ال s تاو. هون تاو قديش قيمتها؟ rc. شو تاو احنا سميناها؟ the first order system هي التايم كونستنت، التايم كونستنت تبع هذا السيستم.